إليكم 10 من المشاهير أصبحوا أمهات من دون أن تعرفوا. عشرة، ناتالي بورتمان. منذ فيلم باتمان وفيلم حرب النجوم الجزء الأول عام 1999 لم تؤدي ناتالي أي أدوار حتى عام 2011 عندما قامت بتمثيل دور البجعة السوداء. فقد فاجأتنا ناتالي كثيرا بقدرته التمثيلية وأثبتت للجميع أن الوقت لم يمر بعد وبدت فاتنة وساحرة كما كانت من قبل. هذه الممثلة الشابة البالغة من العمر 36 عاما في الحقيقة هي أم لطفل يسمى أليف وهو يبلغ من العمر 6 سنوات ولطفلة أخرى تسمى أماليا والتي لا تزال في عامها الأول، وهما نتاج زواجهما من مصمم الرقصات الفرنسي بنيامين ميلبيت والتي تعرفت عليه خلال تصوير الفيلم الناجح البجعة السوداء. تسعة، ميغان فوكس. أي مشهد تتذكره أكثر لميغان في الفيلم العالمي الرائع المتحولون؟ إنني متأكد أنه حينما كانت تتفقد محرك سيارة سام، فهذه اللحظة قد ترسخت في أذهان ملايين الأشخاص، ومع ذلك لم يكن لها نجاح عالمي في التمثيل. هذه الممثلة البالغة من العمر 33 عاما تبدو أفضل من أي وقت مضى، والغريب أنك لن تصدق أن لديها 3 أطفال بالغين من العمر 5 و4 و3 سنة واحدة بجسمها الممشوق الجذاب. من المؤكد أن زوجها براين أوستين قد ربح جائزة اليانصيب بفوزه بهذه المرأة الجميلة. ثمانية، أدريانا ليما. ترى كم عاما تعطي لهذه الجميلة والتي تبدو كالملاك الطائر؟ هذه المرأة تعد من أكثر جميلات العالم. إنها أدريانا ليما البالغة من العمر 36 عاما وهي تعمل عارضة أزياء وفي الوقت ذاته أم لابنتين جميلتين تعشقهما بشدة. أعمار ابنتيها 8 و5 أعوام واللتين أنجبتهما من زوجها السابق لاعب كرة السلة مارك ياريك. وكحقيقة غريبة فلقد اعترفت أنها لم تفقد عذريتها حتى تزوجت من مارك البالغ من العمر 27 عاما. سبعة، جاسل بانشين. إنه ليس سرا على أحد أن المثيرة جاسل أسطورة حية في مجال عارضات الأزياء، فقد ظلت أفضل عارضة أزياء مدفوعة الأجر لمدة 14 عاما متواصلة، وعند بلوغها 37 عاما قامت بإبهار الجميع بحديثها عن الطريق الذي تسلكه في حياتها، وقد استشعرنا بأنه لم يكن صعبا عليها أن تغزو قلب زوجها اللاعب الخلفي في فريق الوطنيين توم بري. وكانت ثمار هذا الزواج ابنة جميلة تبلغ من العمر 8 أعوام وجميلة أخرى تبلغ من العمر 5 سنوات. توجد مئات الصور لهم والتي تظهر أنهم يعيشون كعائلة، كما يمكننا أن نرى أنهم أكثر اتحادا. ستة، ميلا كونيس. من هذا الذي لم يقع ذات مرة في حب ميلا كونيس؟ من المؤكد أنه لم يذهب إلى السينما ابتداء من فيلم فرانسيس بينيفيتس وحتى فيلم نادي الأمهات المتمردات. فهذه الجميلة الأوكرانية البالغة من العمر 34 عاما ليست فقط إحدى جميلات العالم، وإنما هي أيضا زوجة للممثل أشتون كوشتر وذلك منذ عام 2012، وهما يعيشان حياة سعيدة كزوج وزوجة وسط جو من الود والحب مع ابنتهم وايت البالغة من العمر 3 سنوات وديمتري البالغ من العمر عاما واحدا. خمسة، سكارليت جونسون. يبلغ طولها 160 سنتيمترا وهي من أكثر النساء المحبوبة والموهوبة وذوي الإطلالة الساحرة خلال أدائها، ومن المؤكد أنها رمز للإثارة العالمية منذ العديد من السنوات. سكارليت لديها ابنة تسمى روز دورثي البالغة من العمر 4 سنوات وهي ثمرة زواجها من روميو دوريس المالك لوكالة إعلانات مستقلة. وبشكل مفاجئ ذكرت في مجلة بلاي بوي أنها لا تعتقد أن الزواج الأحادي أمر طبيعي، مما يعني أنها لا تعتقد أنه من الصحي أن يكون لديك شريك حياة واحد. تصريحات قوية. أربعة، تشارليز ثيرون. تشارليز ممثلة جيدة جدا
إذ إنها وهي شخصية غاضبة ومتأدقة تماما مثل شخصيتها التي قدمتها في فيلم ماد ماكس، فهي تبدو أكثر إثارة. وإذا قارناها في دورها الملكة رافينا في فيلم سنو وايت والصياد، فهذه المرأة الجميلة من جنوب أفريقيا البالغة من العمر 42 عاما تحتل مكانة مرموقة في عالم السينما. على الرغم من أنها ليس لديها أطفال بيولوجيون، فإنها قامت بتبني طفلين وتحبهما من كل قلبها، ابنها جاكسون منذ عام 2012 وابنتها أوغست منذ عام 2015، وهكذا فإنها أم مثيرة. ثلاثة، جيسيكا ألبا. إن التحدث مع جيسيكا هو التحدث عن الحنين النقي في أوقات ابتدائها، عندما قامت الممثلة المثيرة بالتأثير علينا بشخصية المرأة الغير مرئية في فيلم الخارقين الأربعة عام 2005، وحديثا في مشاركتها في فيلم الأخصائي، فحاليا تبلغ من العمر 37 عاما، وهي سعيدة بزواجها من الممثل كاش وورد، واللتان لديهما ثلاثة أبناء، طفلتان أحدهما تبلغ 9 سنوات والأخرى 6 سنوات، وابنهم خايس المولود في 31 من ديسمبر من العام الماضي. ومن دون شك إنها أم جميلة لأبنائها. اثنان، كاردي بي. تهنئة خاصة للمغنية الجميلة كاردي بي ببلوغها العام 25 من عمرها، حيث إنها حطمت قوائم العشبية بأغانيها، ومن دون شك بسبب شخصيتها المنبسطة وحركتها الحسية التي تجذب الانتباه. على الرغم من أنها لم تلد طفلها، فإنه يتبقى لها 4 أشهر لتكون أما لأول مرة، وهي تنتظر ذلك بشدة لأنها ستكون فتاة جميلة، فنحن متأكدون أنها ستكون أما مثالية لأنها حاربت كثيرا كي تنال أحلامها. واحد، سيلينا جوميز. على الرغم من أنك لن تصدق أن سيلينا ليست فقط أما لطفل واحد بل لخمسة، فهم ليسوا بشرا، فهي لديها 5 كلاب تحبهم بشدة، شيب، ولي، فينا، والاس، بيلور، جميعهم خرجوا من الملاجئ والبيوت، ووفقا لقولها إنها عندما رأتهم للمرة الأولى سرقوا قلبها، وقد تبنتهم لأنها تعلم أنها ستساعدهم لتكوين عائلتهم الخاصة الجميلة، فهو نفس الحب الذي تشعر به سيلينا تجاه أطفالهم، فهي تعاملهم كأبنائها في الحقيقة. وفي كل عيد للأمهات تحصل على هدايا غير معدودة من جانب ملايين من المتابعين لتهنئتها، وهكذا مثل النجمات الأخريات في وسائل العرض، فمن دون شك إن تلك المغنية مالكة لقلب كبير ولديها حب كبير لتعطيه. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.